قد اتصل بنا المواطن الكريم خالد اللي كان كلمنا الاسبوع الماضي بخصوص ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه وانه من سنه 99 مقدم علشان يقبل ضمن ال 5% لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصه، ويومها الاسبوع اللي فات الحقيقه ادينا رقمه للمستشار محمد قنديل وكيل اول وكيل وزاره القوى العامله، ما اعرفش ما اتصلش بيه الحقيقه ولا لسه بيسعله في الموضوع، بس يعني ما علينا. احنا اتصلنا مباشره دلوقتي بالاستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم القوى العامله. صباح الخير يا استاذ هيثم. استاذ زي حضرتك، اهلا بحضرتك. انا بلغت دلوقتي حالا وكيل وزاره القوى العامله في القنا علي وثابت، واديته اسم الاخ خالد محمد محمود من ذوي الاحتياجات الخاصه. ايوه خالد محمد محمود، تمام. يشوف له فرصة واثنين وثلاثة ويختار منهم اللي تعجبه. الله يخليك، أنا بشكرك جزيل الشكر يا أستاذ هيثم. جزيل الشكر لحضرتك لسرعة التعاون ده. عندنا فرص عمل كبيرة كمان في الكويت كمان. فين؟ في الكويت 22 فرصة عمل بنعلن عليهم النهاردة، غير اللي أعلنا عليهم الأسبوع اللي فات. يا سعدك يا هناك يا خالد، هتنقي بقى هتنقي. أنا بشكرك يا أستاذ هيثم، والله ده الفقي لما يسعد، يعني الراجل من 99 مستني ال 5% تجيله عشان يشتغل مش عارف يشتغل، فيعني ربنا يكرمك ويكرم صباح دريم كله الحقيقة، إنه يعني إن شاء الله يكون سبب كده في إنه يعمل بإذن الله. يعني حضرتك دلوقتي وجهت مديرية القوى العاملة في إنا وتليفون، وعاوزين أقول لك تليفون خالد معايا أهو، جيله 10 9 1 لا لا خلاص خلاص خلاص. عندي. على الهوا مش على الهوا يا فندم. عندي انا بقول لك عندي. طيب انا مصدقك والله خلاص. طيب اسمه الثلاثي ورقم تليفونه حضرتك بلغته محمد محمود. طيب يروح يسال على مين في القوى العامله في يا فندم؟ هو وكيل الوزاره هكلمه. وكيل الوزاره نفسه هكلم استاذ خالد. هكلمه يا فندم. طيب مش بقول لك الفي لما يسعد. طيب انا بشكرك جزيل الشكر يا استاذ هيثم، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك كتر الف خيرك. استاذ خالد كلمناه يا شباب فرحناه، يلا عشان يبدا كده يوم وبدايه سعيده ان شاء الله باذن الله نكلمه ونفرحه. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم القوى العامله، جزيل الشكر لحضرتك والله.